أتصور هناك صعوبة كبيرة ستلاقي الدكتور علاوي. أولا لا نعلم ما هو برنامجه الذي حدده الدكتور علاوي، لأن كما ذكرت لا برنامج ولا مرشحين، ونيجي أخير يوم بالليل الساعة 1 بالليل يدزونها على الواتساب، تعال ثاني يوم الصبح راح تقرا السي في مالته، تعال ثاني يوم الثلاثاء كلها، تعال ثاني يوم الصبح صوت مثل ما صار بالدكتور عبد المهدي، وما حد عرض من الاخوه عرض، ما حكينا بداخل الحكومه البرنامج الحكومه هم ما اجوا ويا الوزراء، شو ما حكيتوا والوزراء هم اجتنا قبل ساعه من الجلسه، شو ما حكيتوا بس بهاي الحكومه حكينا عرضنا، واني مسجل في قناه العراقيه، لا هذا الكلام صحيح، داخل داخل قبل بس بهاي الحكومه يردون البرنامج الحكومه لازم يوصل قبل اسبوع، والسيرة الذاتية لازم توصل قبل اسبوع، احنا نتحمل يعني بديش الحكومة حلال وهاي الحكومة حرام لانه ما انطاكم وزراء، سؤال احنا تحملنا مساوئ الحكومة عبد المهدي لو لا؟